هل لهذا السحر حقيقة أم أنه خيال؟ الجواب عن هذه المسألة ينظر إليها من جهتين. الجهة الأولى أن السحر له تأثير وله حقيقة، بدليل أن الله عز وجل أمر بالاستعاذة منه ومن شر النفاثات في العقد، فدل على أن له تأثيرا، ولقوله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وكذلك قول الله عز وجل سحروا أعين الناس واسترهبوهم. الجهة الثانية أن السحر كما قلنا له تأثير، لكن لا يقلب الأعيان من شيء إلى شيء آخر، لأن هذا القلب لا يمكن أن يقدر عليه إلا الله عز وجل. فمثل هذا العمود الله عز وجل قادر على أن يقلبه حيوانا أو شجرة، ولكن السحر لا يمكن أن يكون بهذا الاعتبار، لكن قد يرى المسحور أن هذا العمود قد انقلب إلى حيوان أو انقلب إلى شجرة، هذا باعتبار أنه خيال، كما قال عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى، إنما عصي وحبال، ولكن لتأثير سحرهم على الأعين خيل لهذا الرأي بأن هذا العمود يتحرك أو أن هذا الساكن يتحرك أو أن هذا الحائط أصبح فيلا أو حبلا أو شجرة، لكن من حيث الحقيقة هل يقلب السحر هذا الشيء إلى شيء آخر؟ هذا لا يمكن.